بس لا مش معقول كده يعني، كل حاجة هنا أنا اللي بعملها، أنا اللي بعملها، أنت ما بتسألنيش حاجة خالص. أنت بتعلي صوتك ليه دلوقتي؟ في إيه يعني؟ اتعبت أنا بقى بالصوت ده. اتعبتي؟ ما أنت اللي جاية عمالة معلية صوتك من الأول. هو ده الفرق معاك صوتي؟ أنت مش سامع أنا بقول إيه أصلاً؟ لا سامعك يا ماما كويس. أنا عايز أقعد وأرجع من البيت والشغل ألاقي نفسي مرتاح زي الناس الطبيعية، مش كل يوم قرف وخم وزفت. وانا المفروض استحمل بقى كل يوم وما اقولش حاجه خالص، ده حتى البنت حاسه انها بتعيش لوحدي. ده الطبيعي، انت المسؤوله عن البيت. يا سلام، هو انا كنت لوحدي؟ يبقى لوحدك ايه؟ ايه الكلام ده؟ هو انا كل يوم ارجع من البيت عايز اتصور يعني القرف اللي ورايا شغل، هو انا كل يوم ارجع من البيت عايز اتصور القرف اللي ورايا شغل. يا رب 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 يا رب. But not for me. I lost my family.